هذه الايه اللي ما يحبوهاش النساء كاع، هذه هي هذه لو كان يصيبوا ينحوا من القران ايه من القران ينحوا هذه الايه، هذه الايه ينحوها، هذه دوك البت المباشر يتحبس. كما ما تخافوش قاعدة خايفين. المهم قال تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا، النكاح هو الزواج يا إخوان، وكلمة نكح في اللغة أي تشابك، ومنه تناكحت الأغصان، أغصان الشجر إذا اشتبكت فيما بينها وارتبطت واجتمعت. ونكاح الرجل بالمرأة وأن يجتمع الرجل بمرأته يسمى نكاحا يسمى زواجا ويسمى عقدا، كلها ألفاظ. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جمهور العلماء قالوا يجوز للرجل أن ينكح أربعة نسوة كأقصى حد، هذا جمهور العلماء. هناك قول ضعيف، علاش المشكلة في الواو هذيك؟ هناك قول معروف عند الشيعة وعند بعض الظاهرية، قال لك يجوز زوج ساعة، علاش حسبوهم هما زوج ثلاثة وأربعة، زوج وثلاثة خمسة وأربعة ساعة، قال لك هنا علاش اختلفوا في الواو؟ احنا أربعة واحد زوج ما ساعة حومة يا صاحبي. يا سبحان الله، وقاسوا بما بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذاك خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. دوك نجيو وما يحبوا هذيك إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة صح. علاش؟ قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم. الله نصيب ماما مصدصني فنقول لكم ما تجوش، اللي يخاف كذا نقول له ما تجيش. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا الواو، الواو ماذا تفيد في اللغة العربية؟ قالوا الواو من فوائدها تفيد الجمع. نقول لك جاء زيد وعمر، واش حبي يقول؟ جاوا بين اثنين، جاء زيد وعمر، قال لك مثنى وثلاث ورباع، قال كي دمت ساعة كي تحسبه. الجمهور قالوا لا، وهو الصحيح قول الجمهور، قالوا الواو هنا بمعنى أو. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو ربع، قالوا لأن الواو في اللغة العربية تأتي بمعنى أو، كقوله تعالى في مطلع سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث، يعني أو ثلاث أو ربع يزيد في الخلق إلى 600. قالوا في فاطر الواو تفيد أو، قال لك هنا في النساء كذلك الواو تفيد أو، يعني مثنى أو ثلاث أو ربع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. صح والراس صحيح، صحيح في الشرع. لكن ف ومسألة تعدد الله يا إخوان، نحن بما أنه الآية تتكلم عن هذا لابد لنا أن نعرف أشياء. أولا التعدد شرع الله، لا يجوز لأي كان أن يعترض على شرع الله. الأمر الثاني التعدد شرعه الله عز وجل لحماية المجتمع هذا من الفواحش والخيانة الزوجية، والله الذي لا إله غيره، صلى الله السلام والعافية. لما عطل اليوم التعدد في المجتمع، لو كان تشوفوا في الخيانة الزوجية كيفاش تسري في المجتمع تكذبوا، وكلنا يعرف شكل رهيب جدا. لما عطل شرع الله عليك كعبك ما تقدرش تصوره، ما نحاولش نفسر في هذه الامور، غاب شرع الله، هذه هي. فصار الرجل عادي يقول لك يعيش في الحرم عادي جدا. المرأة، المرأة نعم المرأة تتحسس، هذا أمر مفروغ منه، وقد تتأثر وتتأدب، لكن والله إداية مؤقتة، لأن الذي شرع هذا الأمر هو الله، ولو كانت المرأة لا تطيقه لما شرعه الله، بالعكس السورة لها سورة النساء. بل علاش لما غاب الدين وصلت المرأة اليوم تقول للزوج تاعها
روح فعل الفاحشة ما تزوج. نقبل دير الفاحشة الحارة ما تعدش.